ديال الشبي حول يعني بعض يعني الانتقادات اللي طالت يعني هذا البرنامج، خاصة الناس اللي كيقولوا بأنه ربما بعض المشاهد المفبركة. شوف اخر حاجه نهضروا عليها هي الفبركه، فاحنا دخلنا لهذا التحدي اننا نحاولوا نعطيو صوره زوينه على هذه البرامج. هذا كان تحدي اننا ضد هذه الفكره ديال الفبركه، لاننا بغينا نشوفوا الفنان هذا منوط صداع دابا بلا تعافاك شي شويه، نوصلوا واحد الصوره هي مفبركه للجمهور المغربي، فبغينا نجيبوا الفنان على طبيعته، كان هذا هو التحدي. فبلا ما نهضروا على الفبركه، لان الناس والجمهور كيتفرج وكيعرف وكيقتنع، ما محتاج انك تصرح وتقول شي حويجات، فالناس راه كتفرج وكتشوف. والنجاح ديال فاصل ونواصل هو نجاح ديال سنين، لان كنا عندنا واحد الرؤيه اننا نغيروا ديك الصوره ديال الكاميرا الخفيه في المغرب، بغينا نجيبوا شكل جديد ونجيبوا طريقه جديده. نتمنوا نكونوا نجحنا في الاصداء، كانت زوينه وزوينه بزاف، كنتمنوا اننا نوصلوا هذاك الابداع اللي ربما ماشي باش نديروا البوز ثاني، ولكن اننا نديروا واحد البرنامج اللي ربما كيشوف واحد نسبه كبيره من الشعب المغربي وكيقتنع به. يا ربي نكونوا اننا نجحنا وعجبنا الناس، هذا هو المهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.